مرحبا، وليه تكون عم بيشيلوا يزيدوا أو يشقلبوا أصوات هن وعم يكتبوا؟ إذا إيه، ممكن يكون لأنه ما عم بيعرفوا شو هن الأصوات وكيف تسلسلها بقلب الكلمة. الحل موجود من خلال 5 أنشطة، رح نشوف كيف فينا نساعدهم يتحكموا بالأصوات شفهياً قبل ما ينقلوا على الكتابة. بأول نشاط، الولد لازم يحدد شو هو الصوت يلي عم بيتكرر بمجموعة الصور يلي عم بعطيه. مثلاً بكلمة فيل، تفاح، خروف، شو هو الصوت يلي عم يتردد؟ هو صوت الف. عبالكم صعب أكتر؟ إذا إيه، بتاني نشاط نحن بحاجة لمجموعتين من الصور عندهم صوت مشترك. أنا نقيت عين، ف فراشة، أو تكون علم مثل عين أو مثل فراشة. فاصوليا نسمع صوت الف مثل فراشة. فنجان ف مثل فراشة. علبة عين. بهيدي اللعبة مهم أن نكون عم نبدل الأدوار. الولد بيسحب ورقة ونحن بنسحب ورقة. منكمل حتى تخلص الصورة كلها ويكتملوا المجموعتين. بتالت نشاط، الولد لازم يقسم الكلمة لأصوات صغيرة. فيه يستعمل الزرار، العد على الأصابع، أو فيه يزقف وينط. مثلاً بكلمة تين مؤلفة من 3 أصوات: ت إي م تين. هلأ نطلب من الولد يشيل صوت معين بالكلمة نحن منقله إياه ويقلنا شو بيبقى منه. مثلاً بكلمة عيد، ع إي د. إذا شلت أول صوت يلي هو الع، شو بيبقى؟ إيد. إذا شلت آخر صوت يلي هو الد، شو بيبقى؟ عي. وإذا شلت الصوت يلي بالنص واستنتجته أنه هو الإي، بيبقى عد. وأنتو فيكن تعملوا النشاط بكلمات أطول وأصوات مختلفة. بآخر نشاط رح نساعد الولد أنه يبدل صوت معين بالكلمة بصوت تاني نحن منعطيه. مثلاً بكلمة ذات، إذا طلبت منه يبدل أول صوت يلي هو الز بصوت الب، بيطلع عنا بيت. بكلمة دمعة كمان، إذا بدل أول صوت يلي هو الد بصوت الش، بيطلع عنا شمعة. في شغلتين كتير مهمين لازم نتذكرهم. أول وحدة إنه نحنا ما نكتب قدامهم الكلمات وندل عم نشتغل عليهم سمعياً. تاني شغلة إنه ما ننقل على مرحلة تانية قبل ما نتأكد إنه ولادنا اكتسبوا المرحلة اللي قبلها. وهيك لما الولد يقدر يتحكم بالأصوات سمعياً وشفهياً، رح تتحسن الكتابة تلقائياً.